الأستاذ عادل البدوي، أولا هو كان أشار إلى ذلك في بداية كلامه. هو يعني هو صديق في المقام الأول، ثم هو ابن البلد، يعني ابن قرية إخلوي زيي. بيته كان قريب من بيته، وأذكر أنا صغير كنا ننظر لبيت الأستاذ عادل بتشكيلته الجميلة دي، أنه بيت متقدم نوعيا عن بقية البيوتات في القرية، نوعية ثقافية. أنا شخصيا بتكلم عن وجهة نظري، أنا كنت أنظر لعادل وأخواته وأخواته، وكان بقيادة المرحوم رحمة الله عليه السيد الوالد، وكان شخصية عبقرية جدا، كان شخصية تعرف يعني إيه إن هي تصنع لنفسها جزيرة خاصة جدا في وسط بحر هائج متلاطم من كل أخلاقيات القرية، يعني أخلاقيات ليست على مستوى حضاري بشكل رائع. لكن هذا الرجل اللي هو والد الاستاذ عادل كان قادر على انه يصنع من هذا كل هذا البحر المتلاطم من مستوى متدني من الحضاره اذا جاز التعبير، لكن هو يصنع الجزيره التي ترتفع حضاريا، وهذا بالفعل انعكس على مخرجات الاولاد اللي تشكلت فيه عادل والسيد وعلي وبقيه الاخوه السته اللي شاركوا اخونا عادل. الأستاذ سيد أخوه الكبير مدرس، يعني واحد من إخواته مدرس عربي. أخوه علي رجل له علاقة بالسياسة ورجل حركي. عادل فيما بينهما أو هو بعد علي، عادل جمع بين الإيه؟ جمع بين الأسرتين. يعني شخصيته شخصية توفيقية، جمعت بين فكرة المربي في أخيه الأكبر وبين فكرة الرجل المسؤول في أخيه علي، اللي هو فكرة المثقف المسؤول اللي احنا بنتحدث عنه. دي شخصية عادل، الشخصية التوفيقية، الشخصية. عشان كده صديقي العزيز سعادة العميد قال ان هو يحرضه على ان يكون شريرا في الروايات القادمة، وانا ايضا اضم صوتي الى صوته واحضه برغبة صادقة جدا ان يكون اكثر شريرية في الروايات القادمة، لانه بالفعل انت قريت الرواية الثانية وعارف انها شرير. عارف نعم نعم. جميل 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 صحيح. كله منظر جميل ان شاء الله. جميل جميل. لكن انا بقول الملاحظة دي ليه؟ لكي اؤكد على صدق الملاحظات التي قالها محمد خالد الحربي واشرف. انا في وجهة نظري، والمسألة ليست لها علاقة بعلاقاتي الشخصية مع عادل، أنا الآن لي علاقة بكاتب، لي علاقة بمؤلف وإصدار كتاب. أنا عادل ده خلاص، أول ما همسك هريدي عادل اركن بقى، اتفضل اركن اشرب قهوتك، أنا مش مع عادل، أنا مع مين؟ أنا مع هذا المنتج. ولذلك أيضا أضم صوت لصوت أشرف في المقدمة التي قدم بها نفسه الأستاذ عادل، ما كنت أحب أن أسمعها أنا شخصيا أيضا، لأنه برضه هنرجع لفكرة موت المؤلف. أنا يا سيدي يعني إيه، ليست فضيلة في الحقيقة في الكتابة أن تكون رجلا خيرا، يعني أنت على مستواك، لا لا لا، أنا كن شريرا، كن شيطانا، لكن واخد بال حضرتك، لكن في النهاية أنا منتجك، وقد علمتنا الحضارة وعلمتنا الثقافة ألا نربط بين المنتج وبين الكتابة وبين المؤلف. خلاص إحنا تجاوزنا المسألة دي، تجاوزنا أن نحاكم المؤلف بما يكتب. أنا رجل شاعر، إذا كتبت قصيدة في غزل البنات يحكم عليه المجتمع أن رجل متفلت شعوريا ورجل ماجن ورجل فاسق، خاصة إذا المسألة يعني تطورت في مسألة الحسية شوية، غزل حسي مثلا، أبدا خالص، بالعكس، أنا رجل شيخ في البلد، ها الناس ينظرون، وأخطب على المنبر في المساجد وهكذا. لكن مسألة التأليف، مسألة الورق والقلم، دي حدوتة تانية خالص، واخد بالك، هذا منطق آخر. ولذلك الفن، يعني علمونا أساتذتنا ما الفن؟ الفن هو الإيهام بالحقيقة، الإيهام بالواقع، الإيهام بالمنطق، أن توهمني، لكن على ألا يكون هناك، على أن يكون هناك في النهاية منطقا فنيا، لابد أن يكون ثمة في المكتوب منطق فني يحكم العمل. رواية هريدي من العنوان، وأنا أشكر اللفتة العبقرية طبعا، ده رجل أكاديمي ومتخصص، ولما يمسك العنوان يشتغل من عتباته ويرجع للإنسان العرب، الإشارة العبقرية للرجوع اللغوي لفكرة هريدي وفكرة ينزل عيسى بالهديدتين، أنا شخصيا استفدت منها بس محمد، شيء رائع وعبقري.
دلاله ده على على مساله انا في الحقيقه هخرج من الحدوته دي خالص، لانه انا شايف انه لو كان العنوان غير هريدي كان ربما اكثر توفيقا، لانه في النهايه الروايه ليست روايه شخصيه، يعني مش من الروايات التي ابطلها شخصيات، يعني مش ما بتحكيليش مثلا نابليون بونابرت، قصه نابليون بونابرت، ولا في النهايه نحن نعلم ان بعضا او قسم من الروايات قسم شخصيات، روايه الاجيال، روايه الزمان، روايه المكان، واخد بالك؟ لكن هريدي في حاله ليس البطل، ولا ابراهيم ولا المدرس، يعني انا اتصور البطل في النهايه المؤلف، يعني البطل في النهايه مجموعه القيم الاخلاقيه، هو ده البطل. ولذلك انا اتصور انه الاستاذ عادل قبل ما يكتب الروايه كان مخطط، عامل تخطيط لفكره الروايه، ومحدد نقطة البداية ومحدد نقطة النهاية وراسم مفاصل الرواية، عارف انه في صفحة 100 بالتحديد هتبتدي عقدة الرواية. اشارة الذكاء لأشرف، وانا لفتت نظري انه فعلا في صفحة 100 الرواية 200 صفحة تقريبا، في صفحة 100 بالتحديد تبتدي عقدة الرواية اللي انا منتظرها طول الوقت. علاقة بسيطة جدا بين طالبين ومدرس، ومدرس عايز ينتقل بالطالبين من كذا، يعني موضوع جو اسري بسيط. مش يعني ايه بقى الموضوع، ايه الحدوتة يعني، لحد ما حصل جريمة القتل. جريمة القتل بدأت الرواية، وبدأت الأحداث تسخن، وبدأ المؤلف يتألق، حتى على المستوى الفني. يعني أنا أتصور مثلا لو كان طرح عنوان إنه لقاء فوق برج إيفل، دموع فوق برج إيفل، ها كانت هتبقى رواية عبقرية، لأنه بالفعل المشهد ليه بقى فوق برج إيفل؟ لأنه إحنا أفكارنا في الأدب وفي الفن بنترجمها، بننتقل، يعني المؤلف وظيفته ايه؟ يحول المعنوي الى محسوس، بفكره التجسيد والتشخيص يا عم محمد، انه المعاني المجرده يعني جعل بتجعلها بتحولها اللي هو فكره المعادل الموضوعي، معادل الايه؟ المعادل الموضوعي، نصيحه إليوت العظيم وهو صاحب اختراع هذا المصطلح الجميل، المعادل الموضوعي. ما تقوليش انا حزين، يعني هو علمنا لا تقل لي انا حزين، ولكن اجعل الشجره تبكي، لا تقل السماء تمطر، واخد بالك، او كذا، لكن حسسني، قل ان يعني ابي مات، طب وبعدين ابوك مات، ها وبكيت، طب وبعد ما بكيت، لا، هناك مستوى اخر لكي تعطي هذه الدلاله وهذا المعنى، انه الجدران اهتزت، والمعطف بتاع ابوك حاسس بالبرد، ها واخد بالك، تبتدي تجسد وتؤنسن الاشياء وتشخصها، هنا المعنى يبقى اعمق. ولذلك المشهد اللي هو سماه رومانسي، انا شايف انه مشهد عبقري جدا. ليه؟ لانه يلخص فكره ان تنظر الى العالم، وانا ادعوكم بالمناسبه لقراءه هذا المشهد ربما، عشان برضه يبقى مدينا ايدينا على الروايه. صفحه 187 اللي هو مشهد برج ايفل، لان هو قال فيها كلمه فلسفيه وعبقريه وتكاد تكون الفكره الرئيسيه اللي هي ممكن ندلل بها على شخصيه المؤلف وعلى فكرته الاساسيه، اللي هي ايه بقى؟ في صفحه 187، تعالوا كده، طبعا الكتب معاكم كلها، هنقرا كده، اللي هو فكره اللقاء بين ابراهيم، بين الهريدي ولورا. في الصف الأول رفع كفيها وألقى على كل كف قبلة وجد وحب، لم يحاول أحد منهما مقاومة ذلك الإحساس الجميل الذي يعبر عن فهم متبادل وذوق متشابه. قال لها أنها سوف يعمل في قارته برجا. خلي بالك، شوف هنا يعني، هنا الفكرة اللي عايز يقولها بيطرحها بيجسدها على الواقع، ها يعني فكرة إنه إحنا نصعد بالمجتمع بتاعنا من مستوى حضاري متدني الى مستوى، هيترجمها ازاي؟ هيترجمها بان احنا هنبني برج عشان الناس تبتدي مستوى الرؤيه ما يبقاش منخفض، انت اذا رايت من فوق هتشوف اكتر وهتشوف اعمق وهتشوف اوضح. هو عايز يقول كده، فهيبني برج على راجل يعني بيحلم بذلك، على نفس ارتفاع برج ايفل، وانه سيتيح لكل من في القريه ان يصعد الى قمته ليرى ما يرى من نور ليس من صنع بشر، انه نور الحكمه التي تقف حائلا دون الاستسلام لشعور النشوه اللا اراديه. انه يرى ان الاماكن العاليه من اعظم مخلوقات الله، وهب الله الانسان القدره على تشييدها، مات الانسان قصيرا وبقيت هي عاليه تعانق الملائكه. هنا فكره العلوم، فكره الايه؟
فكرة العلوم دي فكرة فلسفية عبقرية. هناك فلسفة كاملة اسمها وفلاسفة اسمهم فلاسفة العلوم غير الفلاسفة المثاليين. يعني فكرة العلو والسمو دي فكرة عبقرية. يعني من سيدنا النبي ايه فكرة المعراج؟ يعني الثقافة الإسلامية عندنا هي فكرة العلو، ان الصلاة تبقى فوق تفرض من فوق. طب هو يعني ما سيدنا النبي ما هو ربنا ما كلم سيدنا موسى من على الجبل على الأرض، بل حضرتك يعني وآنس من جانب الطور نارا، وهكذا حدث اللقاء بين البشري بين النسبي والمطلق بين البشري والإلهي على الأرض. تجلى الله على الشجرة فالشجرة نار ونور في نفس إلى آخره، لكن سيدنا النبي يطلع به فوق. إذن هناك نقلة في الوعي الحضاري للعالم، في الوعي الحضاري للعقل الإنساني، هنطلع من مستوى أرضي لمستوى إيه؟ مستوى أعلى، مستوى زمان. إذن أنا في النهاية يعني أو يعني وأنا في السكة يعني شايف إن دي رواية فكرة ورواية قضية، مش رواية شخصية، هي رواية قضية الثأر في الصعيد. وأنا شايف على مستوى هذه الفكرة أن المؤلف في الحقيقة نجح إلى حد بعيد في أن يطرح الفكرة وأن يطرح لها حدوده وأن يطرح لها حلولا. صحيح شابها نوع من انعدامية المنطق، يعني والمؤلف دايما كان عنده فكرة الطفرة في الحل، يعني ما بيدينيش سبب الحل ولا عنده صبر على انه يحكي تفاصيل. على طول الروايه المؤلف ليس عنده صبر على حكي التفاصيل، رغم ان الروايه هو ذلك الجنس الادبي الذي يعنى بالتفاصيل اكثر من عنايته بان يتخطى الاشياء وان يحرق المراحل الوصول الى المعنى النهائي. لكن عادل عنده قدره على ان يحرق المراحل كثيره جدا وان يتجاوز وان ليه، لان زي ما قلت من البدايه هو وضع مخطط. الرواية بتدور في مدتها زمنها الحقيقي سنتين اتنين، من سبتمبر 2012 لتقريبا حاجة زي كده في 2014، يعني مدتها زمنين. في البداية سألت نفسي يعني ايه الرواية اللي هتدور زمنها في سنتين؟ يعني ما ابني لو في أولى ثانوي في خلال سنتين هيبقى راح الثانوية العامة، طب ايه اللي هيجرى في الدنيا يعني عشان يبقى؟ طبعا في روايات اتكلمت في ليه